حبيب عقيقي كبير استراتيجية الأسواق في تريدبيديا. حبيب أهلا وسهلا بك. إذا الإي سي بي كان واضح، هناك رفع لأسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في يوليو، ولكن السؤال هل ممكن أن يضطر لرفع بأكثر من ذلك في اجتماع سبتمبر، وخاصة أنه رفع من توقعاته لمستويات التضخم، ما رأيك؟ مرحبا. بالحقيقة اليورو بالأمس ما اندهش من قرار المركزي الأوروبي، وهذا الأمر كان واضح من خلال أداء اليورو خاصة أمام الدولار، اللي شهد أكثر تراجعات يومية بشهر كامل، كما أنه اخترق مستوى دعم مهم جدا عند 126، كان صامد فوق هذا المستوى منذ بداية شهر مايو. كريستين لاغارد بمؤتمرها الصحفي وحتى بالقرار قرار المركزي الأوروبي كانت واضحة أنه قرارات رفع معدلات الفائدة المستقبلية ما بعد الشهر القادم ستكون معتمدة على البيانات الاقتصادية يلي رح تصدر من هلأ لشهر سبتمبر، يعني it's data driven. الديسيجن رح يكون data driven، مبني على البيانات الاقتصادية، وأمر واحد عم بحرك ليس فقط اليورو إنما كل الأسواق المالية هو معدلات التضخم. معدلات التضخم المستويات غير مسبوقة، وبالتالي كيفية التعامل معها هو التحدي اللي عم بتواجهه البنوك المركزية. ومن أكثر التحديات عم بيواجهها المركزي الأوروبي هو بموقف لا يحسد عليه، دول عديدة من دول الاتحاد عم بتواجه مشاكل بمعدلات النمو، وعوائد السندات إن كان الألمانية والإيطالية عم ترتفع بشكل حاد، وبالتالي المركز الأوروبي ما قادر يعلم معدلات الفائدة بوتيرة سريعة، لأنه هذا الأمر رح يحمل تداعيات سلبية، رح يأثر سلبا على معدلات النمو أكثر، وأيضا رح يرفع تكاليف الإقراض أكثر. حبيب دعنا ننتقل إلى الفيدرالي، أرقام جدا مهمة اليوم، أرقام السي بي آي. محمد العريان عم بيقول أنه ما وصلنا بعد إلى البيك انفليشن، إلى ذروة التضخم، هل فعلا هذا ما بتشوفوه أيضا؟ وبالتالي هل برأيكم فيدرالي سوف يضطر برفع الفائدة بخمسين نقطة أساس، ليس فقط في الاجتماعين المقبلين بل إلى ما بعد ذلك؟ أمر واحد أكيد أنه توقعات، أو خلينا نقول آمال انخفاض التضخم بالمستقبل القريب تلاشت تماما، خاصة مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع واقترابها من مستوياتها القياسية. على الرغم من التراجع الطفيف بالضغوط التضخمية ومؤشر أسعار المستهلكين على الصعيد السنوي يلي تراجع الشهر الماضي من 8.5 إلى 8.3، ارتفاع أسعار النفط، وكون النفط هو سلعة صناعية بامتياز، حتى لو أخذنا المؤشر الأساسي يلي بيلغي تأثير المواد الغذائية وأسعار الطاقة أو بيستثني هذه السلع، تأثير النفط ما فينا نلغيه فقط ب يعني في ريموف ذا السلع الغذائية وأسعار المحروقات. صح إزالك. فأنا بعتقد التركيز رح لازم يكون على معدل التضخم الأساسي الكور سي بي آي. صحيح أنه نتوقع استقرار بالسي بي آي، ولكن على الصعيد الشهري التوقعات هي ارتفاع من 0.3 إلى 0.7، وأنا بعتقد أن المخاطرة هي إلى الأعلى. أسعار النفط من مارش لأبريل تراجعت 5.2%، ولكن هذا الشهر الأخير وخاصة بنهاية الفترة ارتفع النفط 7%، وبالتالي أنا بعتقد أنه ارتفاعات النفط ما احتسبت كليا بتوقعات المحللين لأرقام السي بي آي الحالية، فالمخاطر هي إلى الأعلى. صحيح المؤشر الأساسي مهم، ولكن حتى لو استقر حتى لو تراجع المؤشر الأساسي لشهرين متتاليين، أتوقع أنه طبعا رح يعطي دفع لأسواق الأسهم ورح يضغط على الدولار، ولكن هذه التأثيرات رح تكون على المدى القصير، لأنه استقرار معدلات التضخم شيء، وعودة معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة شيء تاني وهو بعده بعيد. شكرا لك حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في تريدبيديا.